عسلامة، مرحبا بكم في قناة قناعات مع شادية. اليوم نواصل في سلسلة تحضيرات رمضان. الحلقة اليوم بعنوانها البدائل الصحية اللي يلزمنا ناكلوها في رمضان. شو معناها؟ معناها احنا في رمضان مش معناها رونا يلزمنا ناكلو كيما موالفين ناكلو، بالعكس يلزمنا ناكلو اقل، ويلزمنا فما عادات سيئة ولا معناها متوالمش صحتنا في رمضان، خاطر كما نعرفوا ان المعدة هي بيت الداء كما يقولوا. اذا يلزمنا نراعي الجانب هذاك ونحاولوا باش نحضروا وجبات وناكلوا اكل مع تتماشى مع معناها فترة الصيام هذيك. دونك عنوان حلقتي اليوم هي البدائل الغذائية في شهر رمضان المبارك. شنو معناها البدائل الغذائية؟ احنا كي نبداو دونك شنو نبداو من الاول، احنا نستعملوا الزيت. فيها باس في رمضان نستعملوا زيت زيتونة اللي خاص بالطبخ. احنا نستعملوا السكر، السكر الابيض ما فيها باس كان نستعملوا السكر هذايا، السكر الاسمر نتاع نتاع الكان نتاع السكر الاسمر هم يقولوا له احنا بالعربيه، ما الترجمه نتاعو هي ذيك هي. احنا نستعملوا اللحم. اللحم كما هو متعارف عليه الانسان معناه يلزم ياكل 100 غرام في اليوم. شنو معناه قداش 100 غرام؟ قد 100 غرام قد هكا راجي، معناها مش لازم تطيب شوربة باللحم ومرقة باللحم ومقرونة بصلصة باللحم وتزيد تعمل كفتيجي بالكبدة والحاجة هذيك تضر، طلع تونسيون تضر الصحة متاعك. مثلا هذه انا وزنتهم لكم، هذا 100 غرام لحم مفروم. كي من هكا لحم مفروم راهو معناها متخلوش هوني، الدنيا سخونة توا، معناها الوقاية خير من بعد تولينا من كوارث ومعناها حاجات صحية غير ما واحد ما يعرفش عليها شنو يجي. دونك نطيبوهم شوية، نقليوهم شوية دوبة في زيت زيتونة ونفوحوهم ونحطوهم الملح ونخليوهم فيسع فيسع ما ناكلوهم. من البدائل الغذائية الأخرى التمر بيان سور، هذايا من الناس كلها يمكن الحاجة الوحيدة اللي تحافظ عليها صحتها في رمضان هو التمر. من البدائل الغذائية الأخرى أنا كنت نحكي على اللحم، مع اللحم هذايا معناها نستعمل البقول الجافة بيان سور. نعرف اللي توا الدنيا سخونة، معناها واحد يقول لك نو أنا كي باش نطيب مثلا، احنا مثال الجيري نتاعنا كله فيه البقول، أما نجمو نطيبو مثلا سلطة تاع دس، نجمو الفول هذايا نعملوه بطريقة أخرى، معناها مش لازم نعملوه به جيري ويقولك نو ثقيل على المعدة ولا لا، نعملوه بطريقة أخرى ونرموهم شوية في الجيري ونخليه الجيري يبرد شوية وناكلوه، راهو صحي صحي صحي. هذايا معناها للبدونات نتاعنا، خاطر فيه الكالسيوم وفيه الحديد يمكن حتى بنسب متساوية مع اللحم، بالعكس اللحم فيه مضار وهذايا ما فيش مضار. حاجة أخرى التوابل هذه سخطو التوابل التونسية راهي تفوح وصحية وما تخليكش أنت تحس ماكلة اللي هي محتاجة مثلا الكميم أكثر من اللحم. ما فيها باس كان في كل طبخة نحطو شوية في الفلزينة هكا حار، شوية تبلو كروية وشوية كركم في أي في أي أكلة تعطي جو ما غير ما نعملو حتى اللحم. نواصل في البدائل الصحيه. دونك احنا نطيبوا الخبز نتاعنا، والخبز نتاعنا ما جبتش انا، اما مستحسن استعملوا السميد، ما تستعملوش الفارينه البيضاء، معناها السميد بديل غذائي على الفارينه. السميد هو الدقيق معناها المتوسط هذاك، ما تستعملوش الفارينه، راهي الفارينه اكثر مضره، اما السميد خاطرو هو جاي من القمح ومش مطحون بكمية معناها بطريقة مطحون جدا، معناها تخلي المعدة تهضمه خير. ما فيها باس كان تستعملوا الدقيق الأسمر زادة أحسن وحسني. أما نجم نحطو له هدوما مثلا الخبز، كي تحط له بسباس انتي ولا حبة حلاوة ولا الحبة السوداء تعطيه جو أكثر وتخليه طيب أكثر. من البدائل الغذائية زادة نستعملوا
مكسرات هذوما. علاش نستعمل المكسرات؟ كل هذا معني شكون عنده باش يشري مكسرات ولا لا. فوضي باش تشري بيه لحم انتي ولا باش تشري بيه ما نعرفش انا جازوز وحاجات راهي تهلك الصحة، شريو بيها لوز، شريو بيها هذا الكوكو هذايا، راهو بالحق راهي كلها منافع، الزبيب كلها منافع، هذوما كلهم لي نوتشي هذوما عادة تشري هذوما صدقوني، وتعمل مثلا كي تعمل كسكسي مشروف بهذوما خير من تعمل كسكسي بالمرقة ولا كسكسي بالعصبان. انا راني قاعدة نحكي على البدائل الغذائية اللي متأكدة منها ونعرف اللي هي صحتنا خير. دوك مثلا هذين نعملو بيه تحطو قرع اكسترا اكسترا، هذوما كلها ان شاء الله في الاسبوع هذا باش تراو حلقات من عندي هنا كيفاش نجمو نحافظو على صحتنا بالبدائل الغذائية. هذيا نمشيو للزيتون كبديل غذائي مهم ومهم جدا في رمضان. تعرفوا الزيتون اخضر ولا اكحل فيه مادة باهية للمعدة كبديل غذائي. زادة الخميرة، الخميرة فيها مواد باهية للهضم راهي بون الخميرة فوري ولا الاخرى كيف كيف. انا هذه الخميرة مرة قلت لكم تنوريكم ما نشريها من عند الززار كيفاش، ها هي الخميرة اللي نشريوها من عند الززار. قعدنا الشربة، الشربة قول قايل ندرى ان هي خير، بيان سور هذه خير راهي في رمضان. شربة الشعير، الشعير من اهم العناصر اللي ما تخليش الحموضة في المعدة وما ما فيهش كالوري، معناها ما فيهش حريرات كيما هذه خاطرها من السمين. احنا كي نجيو نشوفو لي كربوهيدرات باغ اكزومبل في 100 غرام نلقاو هذي اكثر من هذي. دونك بالمحدد نعملو شربة فريك، هذي شربة تونسية، هذي شعير ومقلي لهنا، اما يحب ذاك الشعير هذاك الفريك الحر اللي نعملوه في تونس. دونك انا عندي شوية هذا الشعير الحر هذايا جبته معايا من تونس. و بون هذايا زادا بكري ما قلتلكمش عليه الجلجلان، مع هذايا ديما اعملوه في الخبز. الجلجلان كي معناها معوض للكالسيوم كي نكتشف الحليب. دونك هذوما هما قلت البدائل الغذائية. ونسيت زادا العسل كبديل غذائي في بلاصة السكر. الحاجة نسيت الحليب بودرة، هذا زاد تستعملوه في الاكلات نتاعكم في الحلويات نتاعكم من البدائل الغذائية. نسيت زادا الحليب الرايب، راهو معناها تشري الحليب الرايب اهم اللي تاكل اللحم واهم اللي تاكل البريك واللي تاكل العظام وكل شيء، مهدئ ملين جميع الخصائص الغذائية فيه، ويحب ذات تستعملوه في داركم. انا ان شاء الله الجمعة هذه باش نعمل الحليب الرايب في الدار ونوريكم الطريقة كيفاش. دونك هذا هما البدائل الغذائية. انا شريت البيبز هذوم غسلتهم، شوفوهم البيبز هذوم شريتهم غسلتهم وباش نصففهم قدامكم ونوريكم النتيجة. نحطهم بحذايا لهنا معناها باش يكونوا لي اسهل وما نمشيش نجبد حاجات ضارة ليا ولصحتي. دونك نرصفهم ونتلاقاو نوريكم كيفاش. نتعديو القسم الثاني من التحضيرات هذوما اليوم باش نحكيو كيفاش نحضروا كيفاش نحافظوا على معناها المعدنوس، نسميوه احنا المعدنوس والكرافس في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور. احنا نعرفوا اللي سخت في الغربه قليل ياسر سورتو الكرافس باش تلقاها في لي سوبر ماركاتو في الصيف. دونك انسان كي يلقاها ما فيها بس يستحفظ بها. انا الطريقه الاولى كيفاش، هذايا صندوق قديم تاع فريجيدير قديم صغير، شو كيفاش كي حطيتهم. دونك هذا صندوق حطيت الكرافس كيما هي وغلفتها بال بابي هذيك نتاع المطبخ، وزاده المعدنوس تغلفوها بكلها، معناها ما تخليوهاش ظاهره. هذه تقعد لك جمعة على الاقل. دونك هذه الطريقه الاولانيه اللي نستحضر بها
مع النوس. الطريقة الثانية هي باش نحطهم في الكونجيلاتور سبا واحد ما يلقاش مرة منهم، يدعم بشوية نحضرهم. ممكن ناخذ الساشيات صغار هذو ما غسلتهم من العشية وخليتهم يستقطروا، نعمل كميتين هكاكا وقت اللي يجي ما نلقاش المعنوس نلقى شوية، برغم انا مانيش من هوية معناها التجميد هذايا للخضر خاطر ما فيش حتى منفعة، اما لضرورتي احكي. هذه الاولى شوية برقة، هذه الثانية قلت نعمل كميتين كهون، راكم كمل كرافت نفس الطريقة ونتلقاو. هذوما هما الطريقة اللي نعمل بهم المعنوس والكرافس ونحطهم في الفريجيدير في الكونجيلاتور، وهذوما نحطهم في الفريجيدير. دونك هكا نكون وريتكم طريقة حفظ المعنوس والكرافس. قلت رانا في سلسلة تحضيرات رمضان، معناها انا كيفاش نعمل في رمضان اقتصاديا صحيا باش نجم ان كما نقولوا احنا ندبر اموري في بالتونسية. دونك نحط هذوما ونوريكم كيفاش جيو الحكايه نتاع اللي سميتهم انا البدائل الغذائيه. توا نظمت البلون دو ترافاي نتاعي لهنا، قلت عملت اقرب ليا الحاجات معناها نظمتهم. شوفوا فين حطيتهم لهنا، في هذايا شريتها البارح ونظمتهم لهنا. هو الفلفل الزينه، الكركم، تبو قروية، الملح، كلهم لهنا. شوفوا حطيتهم لهنا لهنا هكا بطريقه تجبدهم ليك تستعملهم ترجعهم. معناها مفرب كل شيء. الغطاء نتاعها هذا استعملته لهنا زاده، ما لوحتوش ولا ما حطيتوش في بلاصه اخرى، باش حطيت عليهم هذوما باش ما يتمسخوش ويكونوا عندهم معناها شويه تراكسيون مع هذوما. وحطيت هذوما زاد دبوس السهر نستعملها ديما، نستعملوها برشا في رمضان. دونك هذه هي الرساله ولا الميساج اللي حبيت نوصله لكم، اللي تعملوا حاجات قراب ليكم، حاجات غذائيه اهم ليكم، معناها كي اقرب تمشي لهذوما اقرب خير من الاخرين. نوريكم الاخرين فين. ولهنا كما تراو حطيت المكسرات هنا. بربي باش نقول لكم على حاجه، هذوما حطوهم في قبل ما تحلوهم، حطوهم هكا مش لازم تحلوهم وتحطوهم في معناها بيبز ولا حاجه. دونك اخليهم هكايا وقت اللي تحلوهم هذا تسكروا مساك، تنوريكم انا مره كيفاش، وخليوهم في الساشي نتاعهم هكاكا خير. صدقوني جربتها وهكاكا خير، وانا هذوما بعد نحطهم في الفريجيدير كي نحلهم. دونك شفتوا كيفاش معناها كيفاش معناها نظمتهم، كيفاش نظمت الدنيا. مازلت شويه كوجينه، ان شاء الله تنشارك معكم حاجات باش نفعكم ونحفزكم باش تلوجوا على حاجه مخير لبدوناتكم وصحتكم ولولادكم. حلقه اليوم فات ان شاء الله تكون ذات فايده، ان شاء الله تكون المساج اللي حبيت نوصله لكم وصل. قبل ما تصوموا وقبل ما تلوجوا شنو باش تطيبوا، لوجوا شنية المفيد لصحتكم. هذه هي رسالتي اليوم، ان شاء الله تكون وصلت لكم بسلامه. ما تنساوش الاشتراك في القناه، وباش نخلي لكم ان شاء الله نخليكم يا ربي ان شاء الله في وديعة الله، وان شاء الله اعوشركم مبروكه يا ربي بالخير والتقوى والمغفره. بسلامه.